معي. جهز الغدا بسرعة يا فضة. خير؟ ماله عمي؟ تعبان. اسم الله عليه، سلامته. حطني على هوارة واداني الختم والعصاية. طول عمرك ولد واخوه. مالك يا همام؟ وشك مش مرتاح ليه؟ رغم ان ابوي راجل كبير، انا عارف صح عمار بيد ربنا، بس ترجفت عليه. اللي في يد ربنا ملناش دعوه بيه. قول يا رب. من قال يا رب غلب. رايحه فين؟ هجيب لك الغدا. اقعد هاوسك. الله، احلى كلمه اسمعها منك في حياتي يا همام. عاوزك. هحس ساعتها بس اني لي عازه. عازه بس؟ انت عمر اللي فات كله صنعه. اللي فات بس؟ لا، اللي فات واللي جاي. خير يا حبيبي، خير ان شاء الله. خير، اصل عمك حلم انه كفن وقصر. يا ساتر يا رب. حاجة عفشة صح؟ كفن وقصر. يا ساتر يا رب، تبقى حاجة عفشة. قام قلقان، هيقول معناها ان الناس له هتقطع بعد الشر. ما هو عندي اسم الله عليه، انت وسلام. سلام زي ما انت راسي، وانا ما عنديش عيال. ما احنا لنا سنين على كده. ايه اللي جد يعني؟ السن الكبير والكابوس والكفن خلوه يا عيني هيتجنن. كان هيموت وسطينا صراحة. نفسه راح وعينيه غربت ولسانه اتلوق. ما فيش في حنكه غير اتجوز يا همام، اتجوز يا همام. تتجوز؟ انت متجوز ولا هو كبر ونسى ان انت واخد بنت اخوه؟ لا، ما نسيش. هو قصده اني اتجوز واخلف، زي ما تكون روحه متشعلقة في الحكاية دي. خلاص، أبوك روحه اتشعلقت في خراب بيتي؟ ليه؟ خراب بيتك وأنا موجود فيه يا صلحة. ليه بتقول الكلام ده؟ كلام مين؟ كلام مين يا همام؟ أنت هتفور دمي ليه؟ عينك من مين يا همام؟ يوه، أنا هلا وعيني من حد. صبرت السنين دي كلها ليه؟ صبرت؟ صبرت متغصي بياك؟ ده شرط كنت شرطها عليك ولا بنت؟ ورضيت. وكل الرجال عندها مرة واثنين واربعة. وانا قلت صالحة بالدنيا. وايه اللي شاد لي بالدنيا؟ ابوي. ابوك؟ ليه؟ عيل صغير انت؟ ابوي يقول له كخ من صالحة وتتحابى للجديدة؟ صعب عليا قوي يا صالحة. وانا؟ بس ما صعبتش عليك يا همام ليه؟ صالحة بعد عني. انت عندي اغلى من النفس اللي جاي صح. لكن اتهان؟ لا يا همام. صالحة، صالحة يا بنت عمي، يا حبيبتي، افتح. اقول لك. بقول لك ايه؟ بيت اخوي مفتوح، سيبني دلوقتي. ولا قوة إلا بالله.